ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا الاعزاء. وطبعا كلنا عارفين ان كل يوم بيطلع معاه شمس جديده، شمس جميله. كل معلوماتنا ان الشمس دي كل اللي بتعمله انها بتدينا الدفء وبتدينا النور، ولكن هناك استفاده اخرى من الشمس. يا ترى الاستفاده دي ايه؟ استفادتنا من الشمس ان الشمس دي بتدينا طاقه. علماء فكروا وعرفوا ان الشمس دي ممكن تكون بديل للطاقه الكهربائيه، وخصوصا ان كل واحد بيتفرج عليا دلوقتي بيدفع مبلغ محترم كل شهر في الكهرباء. فيا سلام لو لقينا مصدر نظيف ما بيعملش تلوث، رخيص مش مكلف، بيدينا الطاقه الكهربائيه. الحقيقه في بلاد رائده في هذا المجال زي الصين واليابان وامريكا وانجلترا والمانيا. وكمان المانيا في السنه الاخيره تربعت على عرش الدول المنتجه للطاقه الشمسيه بسعه اجماليه تصل ل 38.2 جيجا وات. طبعا دي طاقه هايله. وطبعا مصر في اي تقدم بنلاقي ان ابنائها بيبداوا يفكروا ازاي نجيب هذا التطور والتقدم لمصر، ازاي ندخل كل جديد لبلدنا، وهي دي الروح اللي احنا دايما بنتكلم عنها. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، موضوع الطاقة الشمسية وأهميتها. النهاردة معانا ومعاكم المهندس مصطفى فرج، مدير عام شركة الشروق للمقاولات العامة وأنظمة الطاقة الشمسية. بنحب نرحب بحضرتك يا باشمهندس. حضرتك نورتنا النهاردة، وحضرتك نموذج يحتذى به ومشرف جدا، لأن حضرتك فكرت بره الصندوق، فكرت ازاي تطور وازاي تاخد الافكار العالميه وتطبقها في مصر. عايزين في البدايه نعرف من حضرتك كيفيه الاستفاده من الطاقه الشمسيه في حياتنا. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك ان احنا بصراحه يعني محتاجين ان احنا يعني من اهم الامور اللي محتاجين تحريكها والاهتمام بيها في المرحله القادمه هو مجال ان احنا استخدام الطاقة المتجددة، لان هي يعني طاقة امنة، طاقة نظيفة. الطاقة الشمسية بتضيف يعني خاصية تانية يعني اجمل وافضل، ان هي كمان اوفر، يعني نظيفة وامنة يعني بتحقق لي استثمار كويس بفضل الله سبحانه وتعالى. احنا ممكن يعني نستخدم يعني احنا على جميع المستويات وعلى في كل احوالنا. لو انا مثلا عندي صاحب بيت او صاحب مصنع او عندي مثلا مزرعه، فانا على كل الاحوال ممكن نستخدم الطاقه الشمسيه، سواء كان في بيتي ممكن استبدال يعني الكهرباء عندي بالطاقه. يعني احنا لو حسب يعني في طريقتين كمان، ان انا ممكن يعني يعني نعمل نوع من استبدال الكهرباء مع طاقة الحكومة، الشبكة الحكومية، ده بالنسبة للبيت. كذلك للمصانع، يعني أنا عايز نقول مثلا إن احنا عندنا في مصر الحكومة بتستهدف إن 10% من مصانع مصر تكون كلها بتنتج طاقتها من نفسها من خلال الطاقة الشمسية بعيدا عن الكهرباء وغيره. ده طفره في حد ذاتها. يعني كذلك احنا مثلا عندنا في المزارع بفضل الله عز وجل الطاقه الشمسيه بفضل الله اولا، ثم يعني موضوع الطاقه الشمسيه قدرنا نوصل لمساحات كبيره جدا من الاستصلاح الزراعي، قدرنا نوصل للصحراء الغربيه ونتوغل فيها، لان طبعا حاليا اسعار الوقود عاليه جدا، واصلا صعوبه وصوله ونقله للمزارع. كذلك يعني الكهرباء برضو، فواتير الكهرباء لما المزارع مثلا او صاحب المصنع بيتحاسب تجاري بتكون التكلفه عاليه جدا، فبالتالي هو للاسف ما فيش اي تحقيق لهامش ربح في النهايه. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى لو ضربنا مثال مثلا بمصنع، لو احنا هنعمل نستبدل الكهرباء بالطاقه الشمسيه في خلال 5 سنين على الاكثر، يعني ان لم يكن اقل، هيسترد قيمه التكلفه اللي دفعها في ان هو يحول مصنعه لمنظومه شمسيه. تكلفه عايزه اعرف، يعني التكلفه حضرتك بتقول خلال 5 سنين، هل المحطه اللي هو هيركبها
دي بقى هتقعد فوريفر، يعني هتقعد على طول. تمام. يعني التكلفه اللي انا هدفعها في 5 سنين هجيب محطه تقعدني على طول بطاقه ما ادفعش فيها فلوس. هو بفضل الله سبحانه وتعالى دي من اهم ما يميز الطاقه الشمسيه وخلايا الطاقه الشمسيه، ان هي عمر افتراضي طويل لا يقل عن 25 سنه، خاصه في اللي هي الايه البراندات اللي هي التوب 10 اللي بترتب عالميا، عمر افتراضي لا يقل عن 25 سنه. يعني هو العميل بياخد ضمان على كفاءه توليد لا تقل عن 80% بعد 25 سنه. ده طبعا ده سر نجاح فكره الطاقه الشمسيه، ان هو بعد 25 سنه بيستلم محطه بكفاءه توليد 80%. لو احنا حسبنا يعني تكلفه الكهرباء في خلال تكلفه محطه الطاقه الشمسيه في خلال يعني تكلفه انشائها واتمامها للمصنع، هنلاقي ان احنا المستثمر بيحط فلوسه وبيسترجعها في خلال من 2 لـ5 سنين. يعني انا دلوقتي مثلا مصنع هيتكلف لو في خلال استبداله من الكهرباء للطاقه الشمسيه 5 مليون جنيه مثلا. هو في خلال فضل الله سبحانه وتعالى في خلال الـ5 سنين هيستردهم، ويبقى معاه 20 سنه بيشغل مصنعه مجانا. رائع. 20 سنه بيشغل مصنعه، كذلك اي صاحب بيت. لكن طبعا بالنسبه في شروط في غايه الاهميه عشان نضخ يعني النظام الشمسي بتاعي مع الشبكه، في شروط بتفرضها وزاره الكهرباء، وبفضل الله سبحانه وتعالى كذلك برضو الاجراءات اللي بتتم عشان ان انا يعني نستبدل بيتي او مصنعي او المشروع الاستثماري بتاعي بالطاقه الشمسيه، في خلال 1.5 شهر بنبدا مثلا احنا كشركه منفذه بنبدا ان نخطر شركه الكهرباء، وهم بييجوا بعد كده بيستلموا المحطه وبياخدوا المجايسات بتاعتها عشان يضمنوا ان هي امنه ونظيفه ومش هتضر بالشبكه. فبفضل الله سبحانه وتعالى بيكون لها يعني مردود طيب، ويعني بتعود على العميل يعني بهامش ربح كويس جدا. في خلال 5 سنين بيسترد تكلفه المحطه، وفي 20 سنه بفضل الله سبحانه وتعالى. ده في المصانع. لو احنا نظرنا بقى ودي الجانب اللي احنا بفضل الله مركزين عليه تركيز كبير خالص، اللي هو المزارع، استصلاح الصحراء. احنا والله العظيم كمان بنحتسب في الامر ده هوت ان احنا يعني بنخدر مصر، بنخدر صحراء مصر. ما شاء احنا الله. يعني كصطف شركه الشروق احنا بفضل الله سبحانه وتعالى مركزين على المزارع وكده. احنا حضرتك قدرنا بفضل الله سبحانه وتعالى. حضرتك كنت جايب لنا فيديوز للمزارع بالفعل انتوا عملتوها. تمام ما شاء الله. قدرنا ان احنا بفضل الله نوصل لاعماق الصحراء، يعني مثلا في الوادي الجديد في الفرافره احنا بفضل الله سبحانه وتعالى اصلا على اعتاب انشاء فرع كبير وضخم للشركه هناك بفضل الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان توسع اعمال شركه الشروق هناك في الفرافره، وادي النطرون، صحراء وادي النطرون، صحراء صعيد مصر، كل دي بفضل الله يعني احنا قدرنا ان احنا نقتحم هذه الصحراء وننزلها ونطلع ميه فيها، وتقدر الناس بفضل الله سبحانه وتعالى تزرع ويعني ويكون ده خير لهم اولا ثم لبلدنا اللي احنا بنخاف عليها وعايزين نحافظ عليها. ممتاز. طيب يا باشمهندس مصطفى، عايزين نعرف من حضرتك نماذج بالفعل موجوده، يعني نماذج بالفعل موجوده عملت الطاقه الشمسيه ونجحت واستمرت، علشان برضو المشاهد ما يحسش ان هو كلام، لا ده كلام وفعل وفي بالفعل مصانع شغاله واماكن شغاله بهذه الطاقه. تمام. انا عايز نبشر يعني الساده المشاهدين، وعايز نقول ان احنا عندنا في مصر اكبر مشروع طاقه شمسيه حاليا اللي هو مشروع بنبان في اسوان. مشروع بنبان يعني قدره انتاجيه 2050 ميجا ما شاء الله. حاليا تم ضخ منهم 1465 ميجا للشبكه الحكوميه، يعني باختصار شديد ده يعتبر سد عالي جديد في مصر ما شاء الله. القدره الانتاجيه دي يعني تقريبا 90% من قدره السد العالي المصري، فده يلفت انتباهنا بشده، يخلينا فعلا محتاجين نحرك الموضوع ده بقوه
لانه يعني هيفرق كتير جدا معانا بفضل الله سبحانه وتعالى. ده مشروع تم اقامته على 37 كيلو متر مربع في اسوان باستثمارات 4 مليارات و200 مليون يورو، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى مشروع ضخم جدا العالم كله بيشيد بيه. وطبعا ده نقله نوعيه، عندنا فصل 90% من قدره انتاج السد العالي المصري في مشروع بنبان اللي هو في اسوان. في طبعا كذلك في مشروعات اخرى بتتبناها الدوله في صعيد مصر، وتحويل المزارع والمصانع زي ما قلت لحضرتك، في اصلا حاليا استهداف حقيقي من الدوله ان 20 في خلال 2022 يكون 20% من كهرباء مصر طاقة شمسية، 20% من كهرباء مصر طاقة شمسية. فده يعني، وعلى فكرة كمان في تقرير للوكالة العالمية ان بتقول ان في خلال آخر 10 سنين ان أسرع مصدر من مصادر الطاقة انتشارا هو الطاقة الشمسية. طبعا يعني حضرتك أساسا بالمعلومات القيمة اللي بتقولها لنا بتطمنا اولا، لان كل مصر خايفه من موضوع سد النهضه. وان السد العالي بالنسبه لنا مش مجرد ميه بس، لا ده ميه وكهرباء. فبما اننا عندنا ما شاء الله شمس رائعه في مصر وطاقه كده يعني ببلاش ربنا مديها لنا، فيعني حضرتك بتدينا امل قوي جدا جدا. ده حقيقه وواقع بفضل الله. وبعدين حضرتك بتقول لي ان ان المشروع اللي مقام في اسوان بيدينا 90% من الكهرباء اللي بتجيلنا من السد العالي، فده شيء مبشر جدا. ما شاء الله على حضرتك يا باشمهندس. عايزين بقى حضرتك تدينا نبذة وتكلمنا عن مجموعة الشروق الهندسية للطاقة الشمسية، دينا نبذة عن الشركة. تمام. احنا بفضل الله عز وجل في شركة الشروق يعني بنسابق الزمن بفضل الله سبحانه وتعالى، على أيدي مجموعة من المهندسين الأفاضل والفنيين لله الحمد منا. يعني احنا اصلا الشركه تاسست في مطلع 2018، وفي غضون اشهر قليله بفضل الله سبحانه وتعالى حققنا يعني سابقه اعمال مشرفه جدا على ارض مصر الطيبه لله الحمد والمنه. والعميل المصري لمس في الشركه والقائمين عليها مصداقيه وامان عليه. واحنا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني كباقي الشركات المحترمه في مصر بنركز في شغلنا على البراندات العالمية اللي هي التوب 10 اللي يقال عنها، اللي هي التوب 10 اللي هي بترتب عالميا في تصنيف عالمي بينزل كل سنة للخلايا. احنا بفضل الله سبحانه وتعالى تقريبا كل شغلنا منها. وانا بالمناسبة يعني عايز نشير ان احنا في مصر كتصنيع وكمنتج محلي، احنا قصة ان انا ننتج خلية شمسية دي بتمر باربع مراحل. الى الان في مصر ما عندناش الا المرحلة الاخيرة اللي هي مرحلة التجميع، ان انا عندي كومبوننت بنجمعها ونطلع منها خليه. هو حضرتك بعت لنا صور بالتركيبات دي، يا ريت ننزل الصور على الشاشه. تمام تمام. احنا عندنا الى الان في مصر زي ما بقول لحضرتك تقريبا يعني المرحله الاخيره فقط. يعني احنا برضو ده احنا من البرنامج هنا من منصه البرنامج بننبه ان احنا محتاجين ناخد خطوات في المراحل الاخرى في التصنيع، لان المنتج المحلي مازال يعني مش منافس للأمانة في للبراندات العالمية اللي بتستورد من خارج مصر. وحتى المنتج المحلي الموجود برضو مش محلي كامل، يعني ما زال زي ما قلنا تقريبا 90% منه أصلا برضو بتبقى كومبوننت مستوردة بيتم تجميعها في مصر، مع إن احنا عندنا بفضل الله عز وجل المواد الخام متوفرة بفضل الله سبحانه وتعالى اللي ممكن من خلالها نصنع خلية شمسية وننافس بيها. واحنا يعني بننبه نحن في أمس الحاجة لتحريك الأمر ديت والالتفات له والاهتمام به بقوة في مصر. احنا بفضل الله سبحانه وتعالى نفذنا مشاريع تقريبا في كل محافظات مصر. احنا بما ان احنا اصلا المقر الرئيسي لشركتنا في البحيرة بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني اصلا البحيرة محافظة زراعية لنا يعني أعمال كتيرة خالص سابقة أعمال طيبة جدا، كذلك في إسكندرية في الوادي الجديد الفرافرة الواحات وادي النطرون الإسماعيلية. جينا بفضل الله سبحانه وتعالى حققنا يعني إنجازات طيبة وسابقة أعمال مشرفة بفضل الله عز وجل.
ما شاء الله، اللهم بارك. حلو جدا الانتشار اللي انتوا حققتوه في مجموعة الشروق الهندسية. طيب، هو حضرتك طبعا بتقول ان بتأمل ان الموضوع يتوسع، وان احنا الكومبوننت او المراحل اللي حضرتك بتتكلم عنها احنا متفوقين بس في المرحلة الرابعة. طيب، انا دلوقتي مشاهد وعجبني الموضوع وعايزة اتواصل مع حضرتك، حضرتك بتخدم كل الفئات ولا بتخدم مزارع فقط او بيوت فقط او مصانع فقط؟ تمام. احنا بفضل الله عز وجل بننفذ كل انظمه الطاقه الشمسيه، سواء كان منازل واللي هي يعني بتتنظم عندنا كاوف جريد، او اللي هي متصله بشبكه الحكومه. يعني احنا عندنا نوعين من المنزل، مثلا في الصحراء مش وصله كهرباء، تمام، فده يعني نعمل له منظومه شمسيه يشتغل بالنهار على الخلايا، وبالليل بتتخزن له الكهرباء في البطاريات. رائع. طيب، بيت في المدينه، في القاهره، في اسكندريه، في اي محافظه من محافظات مصر، ده يعني هو اصلا متصل بشبكه الحكومه. احنا بنعمل له سيستم بياخد ويدي مع شبكه الحكومه، بيضخ للشبكه بالنهار وياخد منها شغل يعني الكهرباء بالليل. ده بالنسبه للبيت، البيوت والمنازل. بالنسبه للمزارع، احنا بفضل الله سبحانه وتعالى بنعمل محطات لتشغيل المحركات، يعني لري المزارع ديت، سواء كان حتى المزارع برضو اللي هي مش ري المزارع الاخرى. كل يعني استثمار الزراعي بفضل الله سبحانه وتعالى احنا مركزين عليه جدا، كذلك المصانع. وده يعني رسالة فعلا بنوجهها لكل صاحب مصنع، لكل مستثمر. فعلا الأمر ده محتاج ان احنا نفكر فيه بقوة ونركز عليه، واكيد هيضيف لنا إضافة كبيرة وهيوفر علينا كتير. زي ما قلنا، انا مش عايز نضرب مثال، لان كل مصنع وكل بيت وكل مزرعة لها احمال معينة بيتم الحساب عليها، لكن عموما في كل الأحوال تقريبا لو انا عندي مزرعه في خلال سنتين هنسترد تكلفه المحطه، وفي 23 سنه بنروي ارض مجانا. لو انا عندي مصنع في خلال من سنتين لخمس سنين هنسترد قيمه المحطه، و 20 سنه بفضل الله سبحانه وتعالى يعتبر بنشغل مصنعي مجانا. كذلك اصحاب البيوت والمنازل بفضل الله عز وجل احنا نفذنا كذلك مشاريع في الامر ده. ما شاء الله، اللهم بارك. يعني كل صاحب مصنع بيتفرج علينا، وكلنا عارفين المصانع بتدفع في الكهرباء مبلغ كبير جدا جدا. كنا جايبين مشكلة في الموسم اللي فات لصاحب مصنع كان بيتظلم من مبلغ حوالي 200,000 جنيه كهرباء في الشهر الواحد. أصحاب المزارع اللي عايزين يشغلوا مزرعتهم، صاحب البيت، ده مستقبل الطاقة. مستقبل الطاقة في مصر وفي العالم هي الطاقة الشمسية. لو حضرتك حابب ان انت تستبدل الطاقة الكهربائية في بيتك بالطاقة الشمسية، ارقام التواصل الخاصة بمجموعة الشروق الهندسية للطاقة الشمسية موجودة على الشاشة، كذلك صفحتنا على الفيسبوك، وكمان الصفحة موجودة على الفيسبوك. حضراتكم تواصلوا معاهم، لان فعلا انت بتعمل استثمار رائع. زي ما بتعمل استثمار في مصنعك، انت بالعكس هتصرف شوية، زي يعني هتصرف شوية في بداية المشروع بس هترتاح لسنين طويلة، وفي نفس الوقت هتوفر طاقة كهربائية، ان انت هتاخدها من طاقة نظيفة، والطاقة دي مش غالية لان ربنا خلق لنا الشمس. كل التكلفة بتاعتك في الخلايا يا باشمهندس، كل التكلفة بتبقى في الخلايا اللي انتوا بتعملوها في البداية، لكن بعد كده ما بيبقاش فيه اي تكلفة. تمام. ده زي ما قلنا من اهم ما يميز اصلا انظمة الطاقة الشمسية، ان هي بفضل الله عز وجل لا تحتاج لصيانة بصورة كبيرة، يعني أقل بكثير جدا من مصادر الطاقة الأخرى. يعني أنا عايزة أعرف بقى اللي موجود دلوقتي في السوق المحلي. حضرتك قلت لنا إن إحنا مش كله إحنا بنصنعه، بنسبة كام في المية؟ إحنا عندنا يعني عايز نقول بنسبة 10%. للأسف إلى الآن بنسبة 10% المنتج المحلي، احنا يعني الجزء الأخير زي ما قلت لك جزء التجميع، أما الكومبوننت كلها اللي هو استخراج السيليكون من السيليكا، مع إن المواد الخام موجودة ومتاحة، لكن الأمر طبعا مش بالسهولة دي. هو يعني أنا عايز نشبهه بالضبط زي صناعة السيارات،
ده يعني مشروع ضخم جدا وفكرة كبيرة. وأنا يعني كنت قرأت من فترة إن في مجموعة من أساتذة الهندسة يعني بيفكروا وبيدرسوا الأمر ده بقوة، وإن شاء الله نرجو من الله سبحانه وتعالى إن احنا نوصل لنتيجة، لأن احنا في أمس الحاجة فعلا. إن لا شك إن لو وجد في منتج محلي معتمد نقدر نشتغل عليه ونسوقه في السوق المصري هيفرق معنا كتير، وهيفرق مع الدولة المصرية كتير جدا. للأسف احنا يعني تقريبا 95% من شغلنا إن لم يكن أكثر كله منتج مستورد. هو مع ذلك فيه على فكرة مصانع كبيرة. أنا عايز نقول لحضرتك مثلا عندنا مصنع زي الحربي 144، ده مصنع بقدرة إنتاجية 80 ميجا في السنة. ده طيب يعني جميل. تقريبا مثلا 800 لوح شمسي في الساعة. ممتاز. ده موجود فعلا. كذلك في مصانع في الصعيد القدرة الإنتاجية بتاعتها كبيرة جدا، لكن للأمانة إلى الآن إحنا برضو المصانع ده بتستورد الكومبوننت وبتجمعها في مصر هنا، لكن ك يعني تصنيع الكومبوننت نفسها سواء كان برضو اللوح الشمسي او العاكس اللي هو الانفرتر او غيره، ده لسه ما فيش. زي ما قلت لحضرتك محتاجين ان احنا نركز على الجانب دي بقوه، لانه والله هيفيد بدرجه كبيره وهيفرق معانا وهيتبقى نقله نوعيه كبيره جدا عندنا في مصر. بجد حضرتك وجودك معانا مشرفنا جدا، واستفدنا جدا من المعلومات الهائلة، وحضرتك فتحت لنا مجال رائع وهو مجال توفير الطاقة الكهربائية، ومجال جديد ومجال لو اشتغلنا عليه وأكيد كل اللي بيتفرجوا علينا هيبقوا عايزين يجربوا إن هم يستبدلوا الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية. وزي ما قلت لحضراتكم أي حد حابب إن هو يستبدل التواصل، أرقام التواصل موجودة على الشاشة وكمان اللينك على الفيسبوك. في نهاية فقرتنا مشاهدينا الأعزاء بنشكر ضيفنا اللي كان منورنا النهاردة المهندس مصطفى فرج، مدير عام الشركة شركة الشروك للمقاولات العامة وأنظمة الطاقة الشمسية. بجد حضرتك نورتنا النهاردة وأفدتنا بمعلوماتك الهائلة، وديتنا أمل رائع، وإن شاء الله مصر كلها تستبدل الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية. مشاهدينا الأعزاء الوقت مع حضراتكم جري بسرعة جدا، هقول لكم في نهاية الفقرة هابي فالنتاينز داي، عيد حب سعيد، وأشوفكم على خير الحلقة الجاية في نفس الميعاد وحلقة جديدة من برنامجكم هي وآدم. أشوفكم على خير.